أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربة، أبي أصخر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، هو جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبي محفل زايد اليوم، أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربة، أبي أصغر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، هو جاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبارك له التخريج بالقاف والألحان، تبارك لك يا محمد راع الطيب والفزعة الحية، رفيع المقام الشهم والنادرك حيلان، تليق المدايح في اسمه معالية، السلايل هل الوقفة لا ثور الدخان، من أبو خشيم كلهم شجاعة وفروزية، أقبل أهلها بالعز والمجد عالشة، تواريخها تشهد وللناس مروي، أو بختامها سفالك التوفيق يا طيب النية. أبي محفل زايد اليوم أنا خاطري طربا، أبي أصغر بيوت القصيد الحماسي، أتخرج وإنجازه فخر أهله الشجعان، وجاب الشهادة بالتعب ما هي مشري. أبارك له التخريج بالقاف والألحان، تبارك لك يا زايد واضرب لك تحية، أخذت الشهادة وكل الأتعاب منزل، وخطيت لك يا زايد في الجامعة عنوان، لك الحق تفخر يا سليل الكبار، ولك تشهد أفعالك ويشهد لها البرهان، ولا هي غريبة عنك والرأس عالية، كفو يا اللي لك بالعز والمرج له نشان، وأفعالك تلمس ولا غيب مخفي. محمد راع الطيب والفزعة الحية، رفيع المقام الشهم والنادر كحيلان، تليق